في موريتانيا الأحلام لا تنتهي. من هذا المنطلق قصتنا اليوم عن فتاة موريتانية تحدت الظروف ووجدت نفسها أو لنفسها مكانا على منصات التواصل الاجتماعي. منى غناية وجدت شغفها بالعالم الرقمي لتبدأ نشاطها منذ سنوات كمدونة موضة وجمال لتعكس جمال موريتانيا وشاباتها وتصنع لنفسها جمهورا يتفاعل معها. دعونا نتابع. الميك اب نعدل والماسكات نعدل واللباس اللي نلبس والاكسسوارات وهذا الشيء كان دائما يجي كم هائل من التساؤلات. افطنت الفم اقبال كبير على الروايات كامله اللي نقتنى انه يسول عن هذا من منين. اسمي منى قنايه، عمري 24 سنه، موريتانيه الجنسيه، خريجه تخصص طيران وعلوم حاسوب، لكني معروفه في موريتانيا بكوني فاشينيستا وبلوجر، اي باختصار ناشطه في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بدأت 2014، كنت تلميذية طالبة في تونس جامعة المنار بالخصوص. كنت أشارك يومياتي، أول شيء بدأت فيه فتحت صفحتي عامة على سناب شات وبدأت أشارك يومياتي لين عود طالعة وقاتي في فلونفي، يعني وقاتي طالعة للقراية، ولين هجم ولي للداني كنت عندنا شلين الصبوه، لين عود عندنا خرجانة والبنات، لين عود عندي وقت فراغ نعدل تيتوريالات حفول نشاركهم على البنات اللي عندي، لين ندير ماسك مدين نشارك يعني ماسكات الوجه نشاركهم على البنات، ولين عود مالي عندنا رحلة أنا والبنات، أي شيء كامل أكتيفيتي يعني نشاط لسه هو شنو هو كنت نشاركه مع متابعيني. ولا كانوا قاع ياسرين ذيك الفترة، هذا فترتي كاملة في تونس إلين 2017. طبعا بين 2014 و 2017 المتابعين زادوا، كانوا لا يزيدوا لا يزيدوا، غير هذا هو كان محتوانا محجي طالبة في الخارج. في 2017 استقريت في نواكشوط وأعطيت باع كبير من وقتي للسوشيال ميديا بيدي، شفت فيها راسي، شفت أني استراحة بها. من ثم بدأت نلاحظ سلبيات الشهرة، أولهم التنمر، واحدين يقبلوا صورك يجيروهم يكتبوا عليهم اللي يبقوا، يجوا قاع الواقيش ويقولوا لك شي في الخاص مباشرة، ذا يقعد يعود ياسر من الواقيش يأثر علي ويعدلوا يتراجع. انا بالعكس انا عادل لله كي بوش كي دفع للامام اتلا مواصله باللي كل ما عاد رجاج يحس بهجوم معناه انه ماشي في الطريق الصحيح. هي كل جعايه تعتبر جعايه، يسوى سلبيه يسوى ايجابيه، بذاك من التنمر كامل لا عاد جعايه لي انا وصفحتي انا، خاصه انا فيك الفتره كنت هي الوحيده على الساحه، يعني زاد من بدايه 2014 هي الوحيده، وكان صعب فيك الفترة على طفلة من يعني نقولوا احنا عند مصالح عندنا احنا نقولوا متخيمة كبيرة تعود تصور راسها وتخاو على لي ريزو سوسيو، هذه كانت رؤية قدر من الجرأة، ياسر من الجرأة، فذاك قد يعود تسلط علي الضوء أكثر والسبب الشهرة اللي متسارعة فترة قصيفة. أفطنت اللي كي أين تفطنت أنا أصلا نعت مشهورة، لين عدت لين مشي من بدية أنا إلين نعود في بلاصة عامة دهم يجوك الواقيش يسلموا عليك ويدوروا يصوروا معاك. أول مرة خرجت لي عادت شوي غريبة عندي، قلنا ندوروا نصوروا معاك، وبعدين عادت شوي كي روتين